طبعا أنا كنت أحد الطلاب في المرحلة الابتدائية، وكان لي معلم لا أنساه، الدكتور طارق سليم. كان له مواقف تربوية معنا كطلاب لا أظن أن أحد من الطلاب يستطيع أن ينساها. كان في كل يوم يصبح علينا ثم يسألنا: من قبل رأس أمه اليوم؟ سلام. من قبل يد أمه اليوم؟ يسألنا أسئلة أنشأت منافسة تربوية بيننا كطلاب. صحيح أن هذه المنافسة قد انتهت بيننا كزملاء، لكن هذه المواقف التربوية ما زالت تعيش معنا كطلاب، كأبناء مع أمهاتنا وآبائنا في كل يوم. نعم، ما شاء الله. وأحب أن أختم هذا الموقف بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: عليه الصلاة إن والسلام. الله وملائكته وأهل السماوات والأرض، حتى النملة في جحرها وحتى الحوت، يصلون على معلم الناس الخير. بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم، بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم.